دية دينية صوفية. دونك احنا باش نلبسوا لباس محترم محتشم شوية على البوليميك اللي صار. دونك انا بعد المرة نوري دونك نحاولوا نلبسوا لو ماكسيموم حاجة مستورة محترمة. نمدوا كل القماش الخمري نتاعنا والقمراية والحاجات العربي نتاعنا, اما ريفيزيتي وتكون في ثوب محترم معنا شوية, خاطر ماك تعرف احنا تو في طقوس ان بو هكا دينية وصوفية وروح حانية أكثر. وكان جي نشوفوا على الجو الصوفي جنرالمان باش نلقاو لي تيسو اللي هما يكونوا كيما نقولوا الحايك نتاعنا الصوفي, القماش الصوف شوية القمراية, كل ما هو ربخ وفينو ومحترم هكا نلبسو على ليجير, يكون جبة خفيفة تكون ملمومة في الرقبة نتاعها, يكون حرج هكا ان بو تراديسيونيل. على قد ما نكونوا فينو في اللبسة نتاعنا على قد ما خير, على قد ما احنا اللبسة نجمو نمشيو بها للجيمة, نمشي نمشيو بها لسيد صاحبي للمراسم للعروض للاي ما نجموش ندخلوا زاوية ولا جامع ولا حاجة بلبسة تكون هكا تلق برشا ولا جليتر ولا اجوستي. دونك نحاولوا لو ماكسيموم يكون تيسو سامبل بازيك, يكون غامق شوية ماهوش فريحي شوية, خاطر احنا مناسبة دينية. دونك باش ندخلوا بها جامع, باش ندخلوا بها كيما قلت برشا حاجات اي فوالا, باش تكون زادة براتيك بالنسبة للوكازيون. ندخلوا مقام من المقامات اللي عندنا تبارك الله ما شاء الله, تبارك الله بلبسة كاجول ولا بلبسة دونك احتراما في المقام اللي احنا داخلين له. صحيح الو يعني في لي كولور ماذا بين يكونوا لي كولور سومبر شويه, داكور معناها نبعدوا شويه عن الالوان هكا روز فوشيا ولا هذيك الالوان اللي حكينا فيها فوالا التوندونس هذوك ننساوهم, الالوان الغامقه شويه البيج الغريج المارون الخمري نتاعنا السكروده نتاعنا الحاجات نرجعوا للحاجات التقليديه دونك ما تكون ريفيزيتي وتكون ماهيش شفافه ماهيش شفافه ماهيش فيها لمعه. صحيح. تكون على قد ما تكون جبيب نتاعنا جبيبنا الكل نمدوها بالعندها حايك الحايك نتاعنا تو نحكيو فيه مره جايه الحايك النواغ نتاعنا الزمني القروي وعندنا الحايك البيج, فما الوان توا دخلت في الحايك, فما الوان تنجم تختار الالوان نتاعك اللي هو الغريج والبيج وبلون كاسي كل ما هو الوان سامبل وكالم. فوالا الوغ هنا احنا عطينا هكا غروسو مودو شنو ينجموا يلبسوا غدوه انت وفي باش تكون بحذانا فوالا الوغ اللي هو غدوه ليله المولد ريالمون باش نحكي لكم باكثر تفاصيل كيفاش تكون يعني الزينه واللبسه وكيفاش يعطيك الصحه سينا يعطيك الصحه وفي اللي كنت معنا وكنت هديرا ويا تسمعوا رانواي مع وفي يوسف. يلا احنا مازلنا متواصلين معكم فقط دقائق وراجعين لكم بيان سور نشوفوا الغانيون نتاعنا فيما يخص جو تاكسي وراجعين.